اهلا بحضراتكم جديد. سيبوكوا بقى من النماذج السلبيه اللي حريصه جدا على محاربه الاهلي وايقاع الضرر بالاهلي، وشفتوا والاسماء معروفه ومنهم كتير اشتغل في النادي الاهلي ومنهم اللي اتلعب حتى واتربى في النادي الاهلي، لكن اديكوا شايفين شكل علاقتهم او شكل تعاملهم مع النادي الاهلي ومحاوله ايقاع الضرر الدائم به ارضاء لاخرين. للاسف على اليمه الثانيه او على النسق الثاني في ناس اصيله قوي، واصيله بالاصاله زي ما المهندس عدلي حتى قال التعبير، اصيل بالاصاله، هو كده ده طبعه. اليو ديانج اللاعب المالي، وهنا خلينا نتكلم على الدور اللي بيأديه النادي الاهلي كقوه ناعمه لمصر في افريقيا. شوفوا بيتسو موسيماني والاعلام الجنوب افريقي بيتكلم ازاي على مصر والنادي الاهلي وعلى تصرفات النادي الاهلي مع مدربه. اليو ديانج سافر في اجازته، عمل دوره في المنطقه وفي بلده، دوره بين فرقتين لعبهم الاثنين بفانيله الاهلي، الفانيله الاحتياطيه الزرقاء والفانيله الحمراء الاساسيه، وقعدوا بيسلمهم الكاس هو واسرته. لما تشوفوا حتى الفيديوهات اللي هو رفعها على اليوتيوب على صفحته هو سعيد جدا وفخور باللي حاصل، وشوفوا المواهب اللي في الملاعب الترابيه الافريقيه وحجم المواهب حتى اللي فيها يا باشمهندس. يعني هؤلاء اللي زي ديانج وجلبرتو وفلافيو وانيس بوجلبان وباجي، ده باجي ما فيش شهر ما يقولش كلام طيب عن النادي الاهلي. ايوه هؤلاء سفراء لمصر والنادي الاهلي. ايوه يعني بيدوا انطباع جيد، روح مصر هتعيش سعيد وخصوصا لو رحت النادي الاهلي. ايوه فالكلام ده اهي، فانيلا زرقاء وفانيلا حمراء والناس مستمتعه. ده لعيب ما بقالوش سنتين في النادي الاهلي، سنه ونص او سنه، والحقيقه لما اتعرضت عليه الاغراءات بتاعه الانديه التركيه مثلا لو عرفتوا التفاصيل هتحترموا الراجل ده قوي. الراجل ده ما عملش مشكله خالص، تجي له المكالمات وتجي له العروض يقول لهم انا بالنسبه للنادي الاهلي انا القرار عند النادي الاهلي، انا مش هتحرك الا من خلال النادي الاهلي، انا سعيد في النادي الاهلي. يتقال له تركيا، يتقال له الحق هتاخد كم مليون دولار، اوروبا ماشي اوكي، بس انا في النادي الاهلي. لا ضغط ولا اتقمص، يلعب ما يلعبش، لا نموذج للاعب محترف يسعد به النادي الاهلي. هي النماذج دي، ما هو ابنك مش تملي اللي من صلبك، انما ابنك الذي يحترمك والذي يقتنع بيك والذي يؤازرك ويساندك ويشرفك. ونفكركم اليو ديانج لما كان وقع للاهلي كان قال ايه في قناه الاهلي. أنا علاوي. السلام عليكم. J'ai choisi l'Ali du Caire parce que c'est une grosse équipe en Afrique, donc dans le monde, on peut dire comme ça. Donc c'est une chance pour moi d'être encore vu dans le monde entier. Et Inch'Allah. طيب عنده هذا السعادة أو عنده هذه السعادة بالتوقيع للأهلي، لكن لما تحقق حلمه باللعب للأهلي قال إيه؟ من أصغر اللاعبين اللي موجودين في الفريق، بس من أكثر اللاعبين تأثيرا في الفريق. الأهلاوية كلهم يقولوا الكلام هذا. الحمد لله. moi je peux pas c'est l'équipe c'est l'équipe je peux pas être le plus fort sans l'équipe les on cumule notre effort. Et chacun a sa part, chacun a sa part. Déjà depuis que je suis venu, je me suis mis en tête. Ouais. Il faut que je monte le niveau. C'est pas les petites équipes, c'est les Ali. On a besoin de la Ligue des Champions. Et je dois aider l'équipe. Et je donne tout. Je donne tout pour l'équipe. C'est l'équipe. Je peux pas dire, on peut pas dire que c'est moi seul. Mais je donne ce que je peux. Et Alhamdoulilah, ça aide l'équipe, on gagne les matchs et Dieu merci. C'est déjà c'est un rêve qui est devenu une réalité. Et en football, il y a plus de jeunes en football. Et regarde Kylian Mbappé, il est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Ce n'est pas parce qu'il est jeune, c'est ce qu'il donne sur le terrain. Moi, si je suis sur le terrain, moi, je ne pense pas que je suis jeune, je suis comme ça. Et tu dois toujours travailler. Il y a pas vie dans le football, il y a pas de vie, il y a pas de jeune. السؤال المناسب والإجابة المثالية، والسؤال المناسب دائما يأتي من أستاذنا يعقوب السعدي الذي
بالفراسه يعرف يسال السؤال للشخص عشان يخرج طبيعته، والحمد لله انه خرج افضل ما لدى هذا الشاب الصادق المخلص الاصيل. شوف اجابته المحترفه الناضجه، مفيش كبير وصغير، انا واحد في فريق، احنا كلنا بنساعد بعض، انا سعيد، انا لما بكون موجود لازم اساعد فرقتي واقدم افضل ما لدي، مفيش حاجه اسمها صغير وكبير، انما فيها واحد في فريق بيساعد فريقه بافضل ما لديه، وضرب المثل بمبابي بتاع النجم الصاعد اللي هو حديث العالم دلوقتي بتاع باريس سان جيرمان. هذا لعيب يا استاذ ابراهيم هيكون له شان كبير في يوم ما في دوريات تقيله قوي. اليو ديانج يستحق كل التقدير، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله.